بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أجمعين. إن شاء الله تعالى في هذه الفقرة غادي نحاولوا نتناولوا لا فونكسيون لوغاريتم لي بيريون دو لوغاريتم ناتشورال. دونك شنو عندي هنا في هذا الاكزرسيس؟ عندي لي كيستيون كي كونسيرن ليكزامان ناسيونال بالنسبة للباك بروفيسيونيل كونتا اي كوميرس. دونك علاش؟ فقط في الإطار المرجعي اللي كاين تحدد حساب النهايات، كذلك الاشتقاق، ثم استنتاج الرتابة. دونك هاد لي تروا شوز اللي غنركز عليهم في هاد ليكزيرسيس. دونك لا فونكسيون عندي اف اللي ديفيني سور لانترفال 0 بلس لانفيني بار لا غولاسيون كي اشاك اكس اسوسي 1 موا اكس ال ان دو اكس. لا بروميير كيسيون كالكولي لا ليميت دو اف دو اكس كون اكس تون فير بلس لانفيني، بوي لا ليميت دو اف دو اكس سور اكس كون اكس تون فير بلس لانفيني، اي اون انتربريتون جيومتريكمون لو ريزولتا اوبتوني. La deuxième question, calculer la limite de f de x quand x tend vers 0 plus. Troisième question, on calcule la dérivée de la fonction f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Puis on déduire le signe de f prime sur 0 plus l'infini. Puis on déduire la monotonie de la fonction petit f sur 0 plus l'infini. Et on dresse le tableau de variation de la fonction petit f. Donc on va la question numéro 1. La question numéro 1, طالب مني أول حاجة ليميت ديال f de x كون x tend vers plus l'infini. Donc est égal la limite. دائما ما تكتبش لي limite de f de x كتساوي واحد ناقص x ln de x. Limite de f de x كتساوي limite. عاد نعوض f دو x بالصيغة ديالها. دونك واحد ناقص x ln دو x كون x تنفير بلوس لانفيني. ونجي نشوف دائما كيف كندير واحد الخدمة اللي كنا كنديروها في الفيديوهات السابقة. دونك كنجي كنشوف كل حاجة على حدة. ln دو x كون x تنفير بلوس لانفيني، ln دو x كتمشي حتى هي بلوس لانفيني، و x كتمشي بلوس لانفيني، إذا هادي بلوس لانفيني وهادي بلوس لانفيني، دونك بلوس لانفيني في بلوس لانفيني بلوس لانفيني، مع موان هي موان لانفيني. Ou le 1 il est négligeable par rapport à l'infini, la somme et la soustraction. Et donc, je vais vous dire moins l'infini, car je vais vous dire meilleur. La limite de x quand x tend vers plus l'infini est plus l'infini, et la limite de ln de x. كون x تنفير بلوس لانفيني كتعطينا بلوس لانفيني. مع ديك الموال اللي قبل تقدر نتايا تمشي ليها هاد النيشان بشوية تخدمها كلها هنا تحطها كاعتيادية. نعم ما فيها بس. دونك إلا حطيت موال x هنايا غادي تجينا هنا موال لانفيني، إذا غادي تصبح مباشرة. دونك عندي بلوزيور فاصون باش نتعامل مع هاد الوضعية. دونك ليميت ديال x بلوس لانفيني بلوس لانفيني مع موال هي موان لانفيني، موان لانفيني في بلوس لانفيني كتبقى موان لانفيني وهي الريزولتا ديالها. فوي دابا طالب مني نحسب الليميت ديال اف دو اكس على اكس. كتساوي لا ليميت ديال واحد ناقص اكس ln دو اكس على اكس و اكس تنفير بلوس لانفيني. دونك شنو غادي تصبح؟ لا ليميت ديال واحد مقسم على المقامات واحد على اكس ناقص اكس ln دو اكس على اكس هي ناقص ln دو اكس كون اكس تنفير بلوس لانفيني. اذا شنو غادي تصبح؟ ليميت ديال واحد على اكس بلوس لانفيني هي زيرو، واحد على لانفيني زيرو، ln في بلوس لانفيني بلوس لانفيني مع موان هي موان لانفيني. دونك زيرو موان لانفيني كتبقى موان لانفيني، كار لا ليميت ديال ln دو x، لا ليميت ديال ln دو x إتيكال أ بلوس لانفيني إي لا ليميت دو 1 سور x، لا فونكسيون انفيرس ديال شاك x أسوسي 1 سور x كتعطي 0 كون x تنفير بلوس لانفيني.
On passe maintenant à l'interprétation géométrique de ce résultat. Donc on a la limite. A faire limite x, c'est la limite de f de x. Alors, elle est x quand x tend vers plus l'infini. La limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Le canal est moins l'infini. Donc, on dit les branches paraboliques. C'est f admet une branche. Parabolique de direction OY. Donc il y a une limite de 0 qui compte direction de OX, il y a l'axe des abscisses. Il y a facile. Puis il y a une qui compte OY, l'axe des ordonnées, l'arabie, il y a l'arabie. من ساش الفوازيناج او فوازيناج او فوازيناج فين كيمشي اكس بلس لانفين اذا كان اكس كيمشي موال لانفين كتجينا او فوازيناج موال لانفين On passe maintenant à la question numéro 2. Calculer la limite de f de x quand x tend vers 0 par valeur positive. Donc la limite de f de x quand x tend vers 0 par valeur positive. Donc la notation, c'est pas. C'est-à-dire qu'on fait ça, ou on fait ça, on va qu'il n'y a pas. On va qu'il n'y a pas. Donc 0 avec x supérieur à 0. Donc on dit qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Et on va qu'il n'y a pas de l'autre côté. Donc je trouve que c'est la limite. ديال واحد ناقص x ln دو x كون x تون فير 0 بلس كنعرفو بان ليميت ديال x ln دو x كون x تون فير 0 بلس النهاية احتياجية كتعطينا 0 اذا هادي 0 دونك في النتيجة ديال هادشي كله كيبقى ليا واحد ك لا ليميت دو x ln دو x Quand x tend vers 0 par valeur positive, quand on a 0, plus précis par valeur négative. Là. Donc, on a fait une réponse sur L, tiens. Fait une réponse sur L, comme l'être. On calcule maintenant la dérivée de la fonction f. Donc, soit x, un élément de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. On a f' de x est égal. Donc c'est le prime 1 moins ln ou le moins x ln de x. Prime. La dérivée de la somme ou de la soustraction, c'est la différence ou la somme des dérivées. Donc je vais dire la dérivée de 1 moins x ln de x prime. دونك هنايا عندك تجيو تحط نيشان هنا راه عندك الجودات ديال اون فونكسيون بولينوم اي اون فونكسيون ال ان دونك كنخدم العلاقه اللي كتربط لا ديريفي اللي هي اف و جي بريم دونك الاشتقاق ديال الجودات شنو كندير كنشتق الاولى كنضربها في الثانيه زائد الاولى في الاشتقاق ديال الثانيه دونك لا ديريفي ديال اف و جي سي اف بريم فوا جي بلس اف و جي بريم لا دونك نطبقها هنا دونك انا كتبها لكم هنايا باش نحاولوا نطبقوها هنا دونك اف و جي بريم سي اف بريم فوا جي بلس اف فوا جي بريم دونك شنو غادي تساوي ليا ديريفي ديال كونستانت سي زيرو موان دونك نفتح واحد القوس باش ما يخلقش ليا المشكل دونك الديريفي ديال اكس الا اللي كتربط كل اكس باكس في ال ln دو x بلس x في لا ديريفي ديال ln ونسد القوس الكبير هنا اذا غادي تصبح ليا الزيرو مشى دونك ما يبقاش نعاودو كل مره دونك ايت ايكال ا موان ديريفي ديال x هي واحد دونك غنبقى نضربها في ln دو x هي ln دو x بلس
x لا ديريفي ديال ال ام دي x هي 1 سور x. اذا غادي تصبح ليا مو ال ام دي x بلس بلس 1 دونك مو ال ام دي x موان زا هادي هي الفالور ولا هادي هي لا فونكسيون ديريفي ديالنا. دونك بور توت x appartenant à 0 plus l'infini, on a f' de x est égal à moins ln de x moins 1. Donc maintenant, on déduit le signe de f' sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, on dit là. Donc, on va voir le f' de x est égal à moins ln de x moins 1. C'est-à-dire, on va voir le signe qu'on a fait. C'est-à-dire, on va voir le f' de x qui est égal à on va voir le signe. مين ما كتبانش لي بان هاد لا بارتي بوزيتيف او لا نيجاتيف ديريكتومون كنشوف فين كتعادل وفين كتغير الاشاره ديالها. اذا عندي هنا اف بريم دو اكس ايتيغال ا 0 ايكيفو ا موان ال ان دو اكس موان زان ايتيغال ا 0. هادي ال ان دو اكس بوحدها باش ما تخلقش المشكل هنا. دونك شنو كتجينا كدي هادي الطرف الثاني ولا العكس. دونك كتبقى ليا ال ان دو اكس ايتيغال ا موان زان وكنحل هاد المعادله للمجهول ديالها x علما ان x كينتمي لمجال 0 بلس لانفيني. دونك كندخل اكسبونونسيال عليهم جوج شنو كتقول كتولي هنايا x كتساوي الاكسبونونسيال ناقص 1. اذا هاد f بريم كتنعاد فاش في e على بويسونس موان 0 ولا الاكسبونونسيال دو موان 0. اذا شنو غادي تصبح ليا غادي نشوف دابا عند اليمين ديال هادي وعند اليسار ديال هادي بوغ x supérieur à l'exponentielle de moins 1. Donc, je vais vous dire que 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 je vais ln de x supérieur à l'exponentielle ln d'exponentielle de moins 1. Qu'est-ce que je vais vous dire? Ln de x kbar men moins 1. إذا كنت دير هذه الطرف الثاني شنو غادي تولي؟ غتولي موان زان موان ln دو إكس انفيريور أ أ زيرو. دونك بوغ إكس سوبيريور أ ليكسبونونسيال دو موان زان هاد لافالور هادي إلي نيجاتيف. وشكون هي هاد لافالور هادي؟ أولا هاد ليكسبريسيون هادي هي ديال إف بخيم. دونك إلي نيجاتيف. دابا غنشوف لو كا الثاني بوغ إكس انفيريور أ l'exponentielle de moins 1. Soit tu chiffres l'inégalité large ou la stricte, mais là je m'en suis. Donc tout cas fait, l'axe d'y là, donc on va f prime, je me suis obligé de mettre les données, on va prendre f prime de x, bon, moins 0. Là. Donc on a. Donc maintenant on passe à la question numéro 4. Donc question numéro 4, غادي نحتاج فيها فقط f بريم اشاره ديالها واش موجبه ولا سالبه باش نحدد الرتابه ولا المونوتوني ديال لا فونكسيون. Donc question numéro 4. On a f بريم de x positif هي هاد الحالة بوغ إكس انفيريور أ ليكسبونونسيال دو موان زان بوغ توت إكس دو لانتيرفال من موان لانفيني حتى ليكسبونونسيال دو موان زان موان لانفيني حتى ليكسبونونسيال دو موان زان نخدم لينيكاليتي ستريكت ولا لارج. دونك معنديش مشكل فيها هنايا أي. دونك f كيفاش غادي تكون هاد المشتقة موجبة؟ f غادي تكون كواسون سيغ هاد الانترفال هذا اللي هو موان لانفيني
الاكسبونونسيال موانس 1. نمشي بلي ليغاليتي لارج ما عندهاش مشكل فيها، لان هذا الفالور ماشي فالور اكسكلو بالنسبه لينا. بالنسبه للثانيه قلنا عاوتاني اف بريم دو ايت نيجاتيف بور تو تيكس appartenant à l'intervalle l'exponentielle de moins 1 plus l'infini. Donc f qui va se trouver décroissante sur l'intervalle l'exponentielle moins 1 plus l'infini. Donc comme je vous l'ai dit, le sujet قلنا لو تراساج ديال لو طابلو دو فارياسيون. شنو هو طابلو دو فارياسيون؟ هو الثمرة ديال داكشي كاع اللي خدمتيه قبل من لي ليميت ومن الرتابة ومن الإشارة ديال المشتقة. نعم، دونك كيسيون نيميرو 5 دريساج دو طابلو دو فارياسيون دو لا فونكسيون اف. دونك نبداو، عندي لا بارتي بروميير لين لا بارتي ديال اكس ولانترفال ديال دومين ديفينيسيون. دونك من زيرو حتى بلوس لانفيني عندي ستار تاني اف بريم دو اكس، وعندي في الثالث اف دو اكس ولا الاف نكتب. نعم، دونك هنايا ليكسبونونسيال دو موان زان، دونك الاف بريم إل سانول اون ليكسبونونسيال دو موان زان. شفنا بأن أدروات ديال ليكسبونونسيال لا فونكسيون إلي ديكروسونت، ولا السين ديال اف بريم إلي نيجاتيف، و ا غوش ديالها الي بوزيتيف. اذن لا فونكسيون الي كرواسونت سور هاد الانترفال اي دي كرواسونت سور ليكسبونونسيال دو موان زان. هنا ما نحط لي ليميت، اللي حسبت ليميت في زيرو بلوس شحال لقيناها؟ لقيناها هي واحد. هنا ليكسبونونسيال ليماج ديكسبونونسيال دو موان زان حاولو تحسبوها تعطيو قيمة تقريبية. وي لا ليميت بلوس لانفيني لقيناها هي موان لانفيني. وبهذا نكونو جاوبنا على التمرين ديالنا. دونك ركزوا مع هذا النوع من التمارين، والأسئلة اللي غادي تحط هي تقريبا نفس الأسئلة اللي شفتو دابايا في لابارتي اللي غادي تكون فاكولتاتيف.